قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. بسعادة كبيرة في كل مرة نذهب فيها لزيارة جدي وجدتي. وأنا أيضا أحبهما جدا وأحب الألعاب التي يلعبها معي جدي. دائما ما كان أبي يلعب معي هذه الألعاب وأنا في مثل سنكما. ولكن لدي سؤال يا أبي. ما هو يا نور؟ أنت تذهب لجدي وجدتي باستمرار، وإن لم تذهب أنت لزيارتهما يأتيانهما إلى منزلنا، فلماذا تزورون بعضكم دائما؟ هذا سؤال غريب يا نورة. وما الغريب في هذا؟ إن أبي يحب جدي وجدتي وهما يحبانه، ولذا فهو يزورهما ويزورانه دائما. هذا صحيح، أحبهما وأحترمهما. أعرف، ولكنني أسأل عن سر الزيارات المتكررة، فلم يحدث مثلاً أن مر أسبوع دون أن نرى جدي وجدتي. هذا ما يسمى بصلة الرحم يا نورة. صلة الرحم؟ نعم، أمرنا الله أن نصل أرحامنا، أي أن نحسن إلى الأقربين ونقدم لهم ما يمكننا من الخير ونمنع عنهم ما نستطيع من الأذى والشر، وليس هناك أحد أقرب للإنسان من أسرته، وهي طاعة وقربة إلى الله تعالى. لقد ذهب أبي وفواز مع جدي لزيارة صديقه وأنا أشعر بالملل. ألم تلعبي معي يا جدتي لعبة الألغاز؟ بالطبع يا نورة، ولكن أولاً سأجري اتصالاً هاتفياً بأختي لأطمئن عليها. ولماذا لا تذهبين لزيارتها؟ لقد اعتدت أن أزورها دائماً، لكنها مسافرة الآن لأداء العمرة، وبما أنني لا أستطيع السفر إليها فسأتصل بها. ما تفعلين يا جدتي، إنها صلة الرحم، أليس كذلك؟ أحسنت يا نورة، هذا صحيح. عندما تنهي المكالمة أريد أنا أيضا أن أتصل بأمي لأطمئن عليها وأخبرها بأنني أحبها كثيرا. بارك الله فيك يا ابنتي. Oh, 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 oh,